في اليوم العالمي للقلب يحلو الحديث عن القلوب، مو رقتها والحب والإنسانية اللي فيها، لكن نعامل القلب كأمانة، أمانة كل شخص أن يحافظ على قلبه، إذا ما كان من أجل من يحبونه فلأجل من يحبه. هذا واحد. أنا فخور جداً أن هذه الاحتفالية تكون في مركز سلمان الدبوس للقلب. هذا المركز الآن يشار إليه بالبنان، وهو تعدى المحلية والإقليمية إلى العالمية. في هذا المركز تمت أول زراعة لقلب بشري في الكويت. تجاوب كبير، يعني خلينا نقول إحنا الانتراكشن أو التفاعل مع المريض يبدي بعد الإصابة بالمرض غالباً، لأن إحنا مركز اختصاصي في أمراض القلب. بس التوعية أول ما المريض يتم تشخيصه في مرض القلب تلاقيه، والحمد لله هذا شيء وايد زين، إنه يكون عنده قابلية وعنده دافع إنه مثلاً يوقف تدخين، ينزل من وزنه، يستجيب أكثر ويتفاعل مع الطبيب المعالج على أساس ما تكرر هذه المشاكل في المستقبل. لازم يبدأ يعالج الممارسات اليومية عنده، يعني يعالج نمط الحياة، يبدأ بالغذاء الصحيح، ممارسة الرياضة، بعدين إذا كان يعاني من أمراض القلب أو الكوليسترول يبدأ يأخذ أدويته بانتظام.